من خلال صلته. يعني بمعنى بعض الناس ينتقي من أقربائه من كانت بينه وبينهم مصلحة، فيحدث أولاده عن صلة الأرحام، بابا هذا عمك، هذا عمك. العم صنو الأب. ليه؟ لأنه هذا العم مثلا الله عز وجل أعطاه هيك رزق أكثر من أخيه. فطب شيء جميل، عمه الثاني درويش، شو بتكون فيه هذا؟ شو كذا؟ هاي مو اسمها صلة رحم، هاي شو اسمها؟ هاي اسمها مصلحة، مثل ما العلاقات بين الغرباء. فهذه ما لا 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 علاقة، هذا اسمها صلة الدنانير والدراهم، لا علاقة لها بصلة الأرحام. صلة الأرحام تكون ابتغاء وجه الله عز وجل. لذلك قال العلماء الصلة متعلقة بحال الواصل والموصول، بمعنى أنا عندما أصل فلانا أبتغي وجه الله عز وجل بصلتي، ولا أبتغي الندى. لماذا؟ لأنه أنا بدي أكرمه ابتغاء وجه الله، أكرمني حكى علي ما حكى علي ما يعني لي، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن ينبغي على الإنسان أن يبتغي وجه الله عز وجل بصلته حتى يكون من الواصلين. لماذا يجب علينا أن نصل أرحامنا؟ كم وحدة يا طارق اليوم؟ عدينا ثلاثة نحن، لكن نسيت أنا الرابعة. أول وحدة ينبغي علينا أن نصل أرحامنا لأن الله أمرنا بذلك، هي أول وحدة. ثانيا لأن الله عز وجل أحب ما يتقرب إليه صلة الرحم. ثالثا لأنها باب العطايا والتجليات. رابعا لأن قطيعة الرحم من الكبائر. أول أسباب صلة الرحم لأن الله أمرنا. شو الدليل؟ الخطيب الجمعة لما بده ينزل عن المنبر شو بيقول؟ إن الله يأمر بالعدل، آية قرآنية بسورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله شو قال؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هل تعلمون أن أعظم الصدقة هي ما كانت في الأقرباء؟ لماذا؟ لأنها صدقة وصلة. يعني بتكون أنت حصلت الصدقة وضعتها في مكان المستحق، وأيضا كانت هذه الصدقة صلة تصل بها رحمك. اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يعني بدك بابا يقول لك حبيبي إنه مين عمك، مين خالك، مين أولاد، مشان لما بتنزل الإجازة تسلم عليهم، تمام، تلعب معاهم، تعرف شو اسمهم، هذا قرايبي كذا. لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن نصل الأرحام، ولأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد الواصلين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. والعوام عندهم مثل بيقول لك ما في خير لأهله ما في خير لغيره، صح ولا لا؟ فمن كان بارا بأرحامه وواصلا أرحامه موفق، حتى لو كانت عباداته الشعائرية قليلة، يعني بيصلي الفرائض ما بيصلي سنن، لكن عنده نخوة للأرحام. يعني وصل فلان، ايه بوصل فلان، جيب فلان، هلا بالبيت بيتخانقوا مين بده يكب الزباله، لا هذا ما دخلني اقول لا اخي ما بتخانقوا على الزباله، وبتكون اجلكم الله يعني تبع الزباله ممتل ايام زمان، واحد يروح يمشي له شيء كيلومتر مشان يحطها، لا هلا بالبنايه بيفتح الباب ومع ذلك بتخانقوا وما بده هذا، صح ولا لا؟ فصله الارحام ينبغي علينا ان نستثمرها ابتغاء وجه الله. نحن بدنا نصل ارحامنا حتى الله يبارك في اعمارنا، لأن الله أمرنا بصلة الأرحام. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وقال ميمون بن مهران ثلاثة أشياء، ثلاث شغلات المسلم وغير المسلم فيها سواء، يعني المسلم وغير المسلم سواء، ثلاث شغلات شو هني؟ المسلم وغير المسلم فيها سواء، العهد
والقرابة والأمانة. العهد والقرابة والأمانة. العهد ما تقول هذا كافر هذا غير مسلم، لا، العهد بدك تكون صادق بعهده، حتى لو مع واحد عم يعبد الحجر ما دخلك. المسلم مع وغير المسلم في سواء في ثلاثة: العهد والقرابة، قرايبك حتى لو ما بيصلي، لو ملحد بدك تكرمه، تأخذ له هدية، تتلطف فيه. يعني أنا أعرف رجلا كان يقول لا إله ما في الله والحياة مادة، فأنا شو بقول له؟ بعرفه يعني، بقول له ادعي لي، بيقول لي أنا ادعي لك، هو ما بي أصلا لا يعترف بوجود الله، وبدلله دائما، بيخجل مع أنه ما بيطيق شيء اسمه الدين أبدا. فأنت دائما بالصلة، بالصلة تلين الحجر، تمام؟ إذن العهد والقرابة والأمانة، لأنها كلها لله مع المسلم ومع غير المسلم. ليه؟ لأنه بعض الناس بيتحجج بيقول لك أخي أنا قرايبي هذا مو صاحب دين، هي مو محجبة. شو بدك فيها أنت؟ شو محجبة؟ ومين قال لك أنه الغير محجبة معناته إنسانة سيئة؟ كم من إنسانة غير محجبة آية من آيات الله في الاستقامة، وكم من إنسانة التزمت عبادة الله في حجابها لكنها ضيعت وفرطت في أمور أخرى. فهي الأمور شغل الله، ما تتدخل بشغل الله. يعني نحن هي مو شغلتنا، نحن سنسأل يوم القيامة عن أنفسنا. أنت إذا كنت أب بدك تؤمر أهلك. مرة واحد عم يقول لي لا إكراه في الدين، إنه كمان بالصلاة ما إكراه في الدين، وافقت عليها، لكن سبحان الله راجعت الموضوع في آية أشكلت علي. شو هي يا أبو فايز؟ وأمر أهلك بالصلاة. والله أخي آية واضحة، آية قرآنية، إنه الله قال وأمر أهلك بالصلاة، بس شو قال؟ واصطبر عليها، طول بالك عليهم، يعني لا تترك الأمر بالصلاة. يعني مرة عم يقول لك لا إكراه في الدين، ما في إكراه، في فرق بين إنك تجبره، في فرق أنك أنت تذكره تأمره، بابا صلي، بابا صلي الله يرضى عليك، وأمر أهل. حتى لو صار عمره 60 سنة كل مرة بتقول كيف الصلاة؟ صليت اليوم؟ حتى لو صلى يوم واحد، حتى لو خجل منك، حتى لو صلى بدون وضوء، مهم أنه وأمر أهلك بالصلاة بس واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. طيب، ثانيا نصل أرحامنا، لأنه أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل به صلة الأرحام. واحد قلبه قاسي إذا كان واصلا للرحم صدقا الله بيرقق قلبه وبيخليه يخشع بصلاته. شوفوا أي واحد هيك بيتفقد أرحامه، حتى في الأقرباء درجات. من لطيف ما قرأت أن أحد الخلفاء جاءه أحد الناس بالباب، دق الباب، فقالوا له الحجاب مين أنت؟ قال قولوا لأمير المؤمنين أخوه على الباب. فأمير المؤمنين قال مين أخي؟ زياد. القصة تروى عن معاوية بن أبي سفيان. مين؟ فقال ايتوني بالرجل، جابوا. قال مين أنت؟ قال أنا أخوك. قال أخي مين أخي؟ ما بعرف. قال أنا أخوك من أبيك آدم. طبعا هي هذول، طبعا في فرق بين النصاب والمحتال، وفي فرق بين أنه فعلا أخوك. إذا كان الإسلام يحدثك عن الأخوة الإنسانية أن تصلها بكلمة طيبة، بعطف، بحنان. وفي ناس حقيقة أنا أعرفهم، كنت مسافرا في إجازة الشهر الماضي، صدقا اطلعت على نماذج ناس يساعدون أناسا لا صلة ولا ثقافة ولا دين ولا لون ولا عرق يجمعهم، سوى أنه هذا في الإنسانية. طيب هلأ بتقولوا لي يعني الحديث عن الإنسانية هل يلغي الحديث عن الدين؟ لا، بالعكس تماما، يؤكده، لكن بمعنى نحن أولى بأن نؤكد أواصر الأخوة الإيمانية مع الأخوة الإنسانية. إذا كان ديننا يدعونا إلى أن نكون إنسانيين، من باب أولى أن نتفقد أرحامنا. صدقا أخواني، في واحد أخته فقيرة جدا، فقيرة جدا، فقيرة، وعنده عفة نفس لأنه هي كبيرة بالعمر، وهو عنده أموال بيوزع من هون هون. هي تخجل تقول لأخيها وهو يعلم أنها فقيرة، لكن عنده إباء. سبحان الله، هذا الإنسان صارت له مصيبة، يعني مصيبة في عمله. شو بيقول؟ أنا عم أساوي وصلي وطالع زكاة كذا. يعني أحد المحبين قال له طب أنت بطالع زكاة، أختك عم تسأل عليها؟ لا، هي ما بتنفع، هي ما بحبها أنا. لا حول ولا قوة إلا، شو دخلك فيها أنت؟
لا زوجة بزماناته، زوجة ميت طبعا، زوجة بزماناته حكى علي، شو بدك زوجة أنت؟ شيء يعني الإنسان هذا حقود، الحقد كارثة لا يرجى منه لا خير ولا صلاة ولا كذا. إنسان صلاته قليلة لكن قلبه متسامح، هذا خير بكثير ممن يصلي كثيرا وقلبه يلطيف كأنه جلمد. الجلمد باللغة العربية يعني الصخر. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وقال بعض الفقهاء إن الله لا يقبل صدقة المسلم إذا كان في أقربائه محتاجون وهو يعلم، يعني بيوزع للمنفخة للغرباء وأقرباؤه فقراء، حتى جاء في الحديث أعظم الصدقة على ذي الرحم الكاشح. هذا الحديث صحيح. ذي الرحم، شو ذي الرحم الكاشح؟ يعني الرحم المبغض، أنك تساعد اللي عم يحكي عليك مو تساعد اللي بيحبك. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. لأن صلة الرحم باب العطايا والتجليات، اللهم صل على سيدنا محمد. فصلة الرحم تزيد العمر وتوسع الأرزاق كما ذكر هذا الإمام السيوطي وغيره من العلماء. أنت عندك ذنب محيرك بدك هيك تخلص منه، روح أكرم أمك أبوك أخوك أختك أعمامك خالاتك أولاد خالك أولاد عماتك، اكرمهم ودللهم والله بيكرمك. طيب، يعني هذول بشكل سريع حبيت أن أشير إليهم حتى لا أطيل عليكم الجو حار. اللهم اجعلنا من الواصلين ووفقنا للخير برحمتك يا رب العالمين، واجعل أولادنا من السعداء البرارة، واجعل بناتنا وأزواجنا من المعينين لنا على صلة الرحم برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وجمعة مباركة لكم جميعا إن شاء الله.